تفقدت وزيرة الهجرة سهى جندي ترافقها نائبة محافظ أسوان غادة أبو زيد قسم القدم السكري بالمستشفى الجامعي بالمحافظة. وتأتي هذه الزيارة نظرا لزيادة إقبال مرضى القدم السكرية في محافظة أسوان للاستفادة من خدمات مبادرة قدم صحيح لحمايتهم من البتر، وأيضا التوسع في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية. هذا وقامت وزيرة الهجرة بتسليم شنط العلاج المجاني للمترددين والذين أعربوا عن شكرهم لرئيس السيسي لاهتمامه بتقديم المبادرات لزرع الابتسامة على شفاه المرضى.